بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. يوم جديد وبكرة إن شاء الله أحلى. في حد فينا كده فكر وهو بيبدأ يجهز بيته ويفرش بيته إنه التركيبات المعينة اللي ممكن يكون بيحطها في طريقة رص الموبيليا بشكل معين، ألوانات الحيطان، التحف اللي ممكن تكون موجودة داخل التابلوهات اللي بتتعلق، حاجات كتير وتفاصيل كتير جدا داخل بيوتنا ممكن تكون بتدينا طاقة سلبية، ممكن تكون سبب مشاكل كتير جدا احنا بنعيشها في بيتنا. يعني اعترفنا او ما اعترفناش، بس اكيد في هدف مشترك بيننا كلنا بنسعى وراه اول ما بنفتح عينينا الدنيا وبنكبر، وهو الحب والتفاهم بينك وبين شريك حياتك. الجميل الناس كتير جدا مش واخدة بالها منه، ان بالطاقة الإيجابية اللي جواك واللي موجودة في البيت اللي انت عايش فيه تقدر توفر لك الراحة والهدوء والطمأنينة بينك وبين كل أفراد أسرتك. وده يمكن السر، انك تدخل مكان ترتاح فيه قوي مهما كان فرشه بسيط، ومكان تاني تجري منه وتحس ان انت مقبوض ومخنوق ومتضايق جدا. الطاقة دي بتكون من خلال طريقة فرش البيت، بتبقى من ألوان الحيطان، الأرضيات وأنواعها، الديكورات البسيطة والأحجار وقطع الديكور الصغيرة اللي حواليك، على ترابيزات البيت ألوان الورد اللي ممكن تكون موجودة في الفازات، نظافة البيت، البلكونة، الشبابيك واتجاههم لينا، طريقة رص الأساس نفسه وأحجامه اللي بتتناسب مع مساحة البيت، كلها يمكن أسرار كتير جدا إحنا ما نعرفش حاجة عنها، وده اللي إن شاء الله هنوضحه وهنتكلم فيه النهاردة مع لبنى أحمد خبيرة علوم الطاقة، وإن شاء الله نكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. لبنى منوراني، ويعني طيب. بنكمل كلام كنا بدأناه يمكن الأسبوع اللي قبل اللي فات، وناس كتير قوي ما كانتش متخيلة إنه الكلام اللي احنا قلناه، وإنه لا، إنه في ارتباط كبير جدا بين الحياة اللي عايشينها في بيوتنا ومشاكلنا اليومية وسعادتنا داخل البيت والطاقة الإيجابية والطاقة السلبية والديكورات والألوانات وتفاصيل كتير قوي. قولي لي الحب إيه علاقته بالموضوع؟ الحب كل حاجة يا لمي، اكيد كل حاجه طبعا. يعني الحب ده اساس كل حاجة. اي شيء، يعني الام بولادها، الاب بولاده، الزوجه وزوجها، كل شيء. يعني انت لو ما حبيتيش الترابيزه دي، ترابيزه مش هتحبك وهتتكسر وهتاذيكي وهتخبطك، لو ما حبيتيش بيتك مش هترتاحي فيه وهو كمان مش هيريحك. لو ما حبيتيش عربيتك هتقف منك كل شويه مهما تكون جديده. فلازم الامتنان ولازم الحب للاشياء. الحب ده حلو وما بيكون صادر من الانسان من جوه لجميع الاشياء وجميع الاشخاص، قد ايه بيلاقي مقابل حلو. يعني انت ممكن تجي لحد عنيف جدا يقولك لا 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 ابعدي عن ده شكلي، تيجي انت تتعاملي معايا يتعامل معاكي بكل ود، يقولك انا مش عارفين انت بتتعاملي مع الشخص ده ازاي. صحيح، ده بيحصل كتير جدا. انت بتصدري له طاقات ايجابيه فاكيد هيرد لك ايجابي. الناس بترد عليكي باللي جواكي مش باللي جواهم. انت لو طاقتك حلوه تلاقي كل حاجه في الكون بتقولك انا حلوه، شكرا. اي حاجه سلبي زي البني ادم اللي بيبقى من جواه حاسس بحاله من التفاؤل والبهجه فبيشوف كل حاجه حلوه، حتى لو صدفته مصاعب بيبقى شايف ان ده اختبار وان دي عقبه وان ده امتحان ليه، ان دي عقوبه صغيره على حاجه هو عملها فهو راضي بيها لحد ما يوصل لحاجه احسن. فمهم قوي اني ابقى متصالحه مع نفسي، مهم قوي اما اكون متصالحه مع الكون، اكون راضيه عن حياتي. عندي يقين بالله، يقين بالله ده رائع طبعا، ده مهم جدا. اهم حاجه في الحياه ان انا عمر ما ربنا جايبني في الدنيا دي علشان يأذيني او يضايقني او يتعبني، فكل حاجه بتحصل لي حلوه حتى لو انا شايفاها تقطيع، لكن هي حلوه. هو بيبقى ظاهره شر بالنسبه لي لكن باطنه هو الخير اللي عند ربنا، اللي احنا ما نعلموش بعد حبه بنشوفه قدامنا ربنا بيوريه لنا انه والله ده ما كانش شر. بتقولي ياه ده الحمد لله ان ده حصل، والا كان في كذا وكذا 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 وكذا. بس انت ما بتبقيش شايفه الواقع ده في لحظتها، لان اللي بيبقى في المشكله ما بيبقاش شايف الكلام ده. صح. فيقيني بالله، اما بتمشي بيقين بالله واحساسك بالسعاده، الامتنان لله ان انت عندك عينين ودان وبشره وشعر واسنان بتاكلي بيها ومعده بتهضم وكليه شغاله مظبوطه وكبد وطحال شغالين. فاذا كان في بعض الامراض اللي ممكن تكون موجوده داخل جسم الانسان
وإيه مثلا يعني؟ وليكن في القلب، وايه يعني انت عندك عينين، كام حاجه شغاله زي الفل، كام حاجه شغاله زي الفل، ده حاجه بسيطه ممكن تبقى خطا منك انت شخصيا، وثبت علميا ان كل شيء بيحصل للانسان بيكون نتيجه مشاكل نفسيه عنده. يعني مشاكل نفسيه بتؤدي لمشاكل جسديه الانسان بيعاني منها بعد كده، او مشاكل في المكان ناتجه عن الاكل او الشرب او القعده الغلط في المكان الغلط، يعني يبقى طريقه اكلنا غلط فنتسبب في مشاكل في المعده. بالظبط، نظبط الحاجات دي، ربنا ييسر الامور. صحيح صحيح، باذن الله. خدت بالي واحنا قاعدين دلوقتي انه تقريبا كل الحاجات اللي موجوده رخام، احجار كريمه مش رخام. في حاجات فيها رخام؟ لا، كلها احجار كريمه. كلها احجار، كلها احجار كريمه. النهارده انا جايبه لكم كل حاجه احجار كريمه. البيضه المكسوره دي، دي برضو دي اماتست، حجر كريم. كلها احجار، كلها احجار كريمه، وحتى دي كريستال احجار كريم. قلت لي انه احنا بندردش كده، قلت لي معلومه خطيره جدا جدا جدا، قلت لي انه البورسلين والسيراميك بيسبب مشاكل كتيره جدا. طبعا ممنوعين، ممنوعين في علم الطاقة، ممنوع في كل بيوتنا تقريبا كده، كل بيوتنا كدا. علشان كده دلوقتي كلنا تحولنا لقنابل موقوتة زي ما قلت لك. الطاقة المفروض ان الكون بينزل لنا طاقة ايجابية، او الله سبحانه وتعالى، بنصلي نستقطبها، بتسبحي، بتتعبدي، ما بتعمليش حاجة خالص، برضو بينزلها عليكي من نعمة ربنا علينا. والمفروض ان هي بتغسل لك كل الشاكرات الموجودة، او كل مسامك او خلاياكي، هالتك، كل شيء بتتغسل وتنزل فين؟ تتفرغ في الارض. اوكي، طيب الكلام ده لو الارض تربه، لو الارض حشيش، لو الارض حجر، لو الارض شجر، اوكي، طيب خشب، تمام. طب لو انا عاملاها ارض عازله، هتروح الطاقه السلبيه اللي نزلت مني دي تروح لفه ثانيه داخله هالتي، فبيحصل منها المشاكل الجسديه، المشاكل النفسيه، بيحصل منها العصبيه الزياده، الهايبر اكتيف قوي، الكانسر، الحاجات الكتيره قوي، امراض القلب، امراض السكر، الغده، كل المشاكل. انت تخيلي بتاخدي دش وكل البلاوي اللي نازله منك تروح راجعها تاني في حالتك، يوميا بيحصل ده، هيحصل لك جسمك عمره ما هيبقى نظيف على المستوى المادي، ما بالك بقى المستوى النفسي. مع كل الناس ولا مع اشخاص معينين؟ مع كل الناس. علشان كده الارض تبقى يا ريت تكون رخام، يا ريت تكون باركيه، مش قادرين نخليها بلاط. البلاط اللي احنا بنستلم بيه الشقق العادي ده خالص، اللي هو الموزايكو ده رائع برضو، بيمتص. كلنا بنروح نكسره ونحط بورسلين او سيراميك، بنكسره، عايزين حاجه افخم احلى. معاك فلوس، حوش فلوس واعمله باركيه، حوش فلوس وهات رخام، ما معكش فلوس خليه، لكن ارجوك بلاش سيراميك او باركيه. يعني في ناس بتبقى عامله سيراميك او بورسلين، سوري، في ناس بتبقى عامله في البيوت مثلا جزء مثلا بورسلين ومثلا جزء فيه رخام. حلو حلو، يبقى هم هيجوا وهم ماشيين على الرخام هيتتفضى السلبي في الرخام، مش مشكله. ده كويس، ده حل، لان ساعات كتير يقول لي مثلا الليفنج عندي واسع قوي او الريسبشن واسع قوي، انا ما معيش ان انا اجيب رخام. بالظبط، فاقول له طب خلاص اوكي، يعني احسن الحلول اعملها بورسلين او اعملها سيراميك، بس اوض النوم تعملها باركيه. يبقى انت اكيد هتخش في اوض النوم حافي، هتحط رجلك على الارض فهيمتص منها الطاقه السلبيه. عندي حته اقدر اعملها رخام، لكن بقيه البيت ما اقدرش. اوكي، حلو قوي، بس تحرص وانت داخل المكان ده تبقى حافي. يعني اقلع الشوز بتاعي وادوس ببطن الرجل على الرخام او على الباركيه او على البلاط، قد ايه انا بفرغ الطاقه السلبيه. اما ابقى على البحر بشوف ناس كتير لابسه شوزات ولابسه اللي هي الحاجات اللي بتلبس في البحر، صنادل البحر والحاجات دي، يا جماعه لا، وامشوا حافيين على الرمل، انزلوا البحر حافيين، امشوا على النجيله، امشوا على الحجر، بتفرغ كل الطاقه السلبيه كل اللي موجوده في الجسم. الرمل بتاع البحر مشحون عبر الاف السنين، ملايين السنين، بيتشحن مد وجزر. شوفي قد ايه طاقته عامله ازاي، اما تدوسي عليه كل ده بيروح. عشان كده بنروح البحر بنرتاح وانت مش فاهمه في ايه، ما بتتعبيش مع انك بتصحي من اول يوم لاخره، بتعملي 100 حاجه في اليوم، طول النهار لعب وتنطيط، ولا بمجهود ولا بارهاق ولا جسمك تقيل ولا عندك خمول ولا اي حاجه، تنامي لك ساعتين ثلاثه وتصحي تلعبي تاني، تكملي ولا جيوب انفيه. ده تغيير جو، يعني احنا عشان مغيرين الجو خالص خالص، هو عشان انت بتقفي صح على حاجات صح ونازله البحر، وعشان الميه بملح، وعلشان شحنه نفسك في الشمس، طول النهار قاعده في الشمس. هناك بتبقي لابسه هدوم خفيفه، فما بتبقاش فيها الحاجات اللي بيبقى فيها بليستر كتير، او الحاجات اللي فيها الحاجات الفيك المصنعه اللي طول النهار تدينا كهرباء. الحاجات هناك الحياه هناك تكون يعني اسهل. كمان ده معناه ان اللبس كمان ليه علاقه بالطاقه الايجابيه والسلبيه. طبعا طبعا، القطان، الكتان، الفراعنه كانوا بيلبسوا ايه؟
كتان صيف او شتاء. الفرق بين النسيج، النسيج يبقى ضيق قوي في الشتاء ما بيدخلش هواء، في الصيف يكون مفتح شويه فالدنيا بتلاقي الرطوبه حلوه قوي، لكن في الاثنين كتان. القطن والكتان ده من احسن الحاجات اللي بتدي ادويه طاقات ايجابيه، فرش البيت، الملايات، سجاده الصلاه اللي بصلي عليها، حاول الحاجات دي تبقى قطان لازم. عشان كده الطفل الصغير لو لبستيه الحاجات المصنعه اللي هي سالوبتات والحاجات اللي فيها الحاجات البوليستر والحاجات المصنعه دي تلاقيه على طول هايبر، على طول بيعيط بيصرخ على طول. لازم يبقى كله قطان. قطان. زمان زمان الست كانت بتخلف سبعه ومفيش حد بيجننوهاش كده، صح؟ صح. ليه؟ لان كله قطان. دلوقتي في كاتشب طول النهار انت بتحطيه على الاكل، طاقته حمراء، لونها احمر، لونه سخن، مصنع، مخزون. أحمر. انا لابسه احمر النهارده عشان اديكوا طاقه. لابسه احمر وروج احمر. انا كويسه، انا حلوه يا اخي، مش على طول، انا مش على طول لابسه احمر، فهماني؟ يعني اللون الاحمر بيدي طاقه سلبيه، طاقه عاليه، طاقه عاليه، يدي طاقه عاليه. هل انا محتاجاها دلوقتي ولا لا؟ طبعا انا لو عندي طاقه ايجابيه عاليه، طاقه عاليه ايجابيه او سلبيه، دي طاقتك انت، هو بيروح رافع لك الويف، فهماني؟ ايجابيه او سلبيه بتاعتك. انا عندي طاقه ايجابيه عايز اعليها حسب طبعا كل شخص، لكن لو انا عندي ضغطي عالي هيعلى. عشان كده اما بنيجي نختار الوانات اللي هنلبسها الصبح بتبقى ليها علاقه بالمود النفسي اللي احنا فيه. طبعا يعني انت لابسه اورنج. اجي احلل ايه بقى؟ احللك. انا موافقه. يلا يلا يلا. شوفي المخرج فرح قوي، قال لك يلا يلا يلا. الاورنج ده معناها ان انت تعبانه، معناها ان انت ستريس، معناها ان انت عايزه تنضفي، انت قررتي تنضفي. اللون الاورنج ده معناه ان انت لون تنظيفي تعقيمي حراق، يعني بيوجع، عارفه زي بالظبط لما بيجيلي صبغه يود تقوليها على الجرح. انا قررت اخف، انا مش مهم الالم لكن انا هخف. فانت قررتي ان انت تعملي نقله جامده جدا في حياتك. انا عندي تنظيف النهارده، هربط هربط الاطار بعد ما اروح. هو كل لون بيقول لك اوتوماتيك كده، يعني انت بصي كده تشوفي الانسان لابس ايه او بياكل ايه او الحجر الكريم اللي لابسه ايه. زمان كان حد كنت لابسه موف غامق، كان دكتور عبد الناصر عمر استاذ الطب النفسي، فبص لي كده وضحك قال لي عندك حنين للماضي. فهو فعلا شجن، بيعمل شجن. او احيانا بتبقي زعلانه على حاجه مشيت فبتلبس في الحداد، او ان انت بتبقي عندك عايزه برضو تنظيف بس حنين، يعني البنفسجي او الموف من الوان التعقيم بس مش حراق قوي زي الاورنج كده، حنين اللي هو مشوش عليا، يعني انا عايزه ارجع للماضي وعايزه اهدى وعايزه اتصالح بس بشويش. لكن انت المره دي لا، لابسه لي اورنج. انا قلت لك عندي تنظيف في الليل. طيب قولي لي، الاحجار علاقتها ايه بالمشاعر والحب؟ الاحجار الكريمه مهمه جدا في البيت، مهمه جدا في اللبس، مهم جدا في الحياه كلها. زي ما قلنا المره اللي فاتت، ركن الكعبه من الحجر الكريم، فده اساس ديننا، في حجر كريم، فمحدش يقدر يقول تلت التلاته كام في النقطه دي. في احجار كريمه بقى انواع واشكال. بنتكلم عن الحب يبقى لازم اتكلم على الروز كوارتز. حجر الروز كوارتز في منه حاجات كتيره بتتعمل. هو شكله تحفه لوحده، بتحبيه يجنن، صح؟ تشوفيه تحبيه. ايا كانت شخصيتك بيتشاب مبهج وفي معنى كده، مش عارف، انا مش عارفه اترجمه، بس في مريح للقلب. هو حجر بيشتغل على شكل القلب، بيريح القلب، مشاعر، بيريح القلب، بيديكي مشاعر. بيديكي كده للكاميرا عشان الناس تشوفه. هو وفي انا حاساه منه في مشاعر، ما اعرفش الكور، وفي منه الحاجات دي بنبقى مسلات، بنحط المسلات، بنحط الكور، الحاجات دي بتبقى في الاماكن. الروز كوارتز من اكتر الحاجات اللي بتشتغل على شكل القلب، بتنظف شكل القلب، بتهديكي قوي لو انت تعبانه، لو عندك مشاعر تعبانه، او لو انت ستريس، او لو عصبيه، البيت فيه خناقات كتير، ولادي عصبيين، مصدر دخلي ضيق، عندي التزامات كتير، وقتي ضيق، وعندي شغل كتير، عايزه اعمل حاجات كتير، عايزه اعمل حاجتي بحب، بتعامل مع الحاجات الهاند ميد او الحاجات اللي فيها علاقات كتير مع الناس. ساعات كتير مثلا بتبقى مدرسه تتعامل مع طلبه كتير قوي وهي عصبيه، بس هي شاطره، محتاجه روز كوارتز دي تبقى موجوده على المكتب بتاعها وهي بتشرح.
بتعمل ايه؟ يعني ايه بتزود طاقات الحب، اولا بتنظف طاقات الحب من قلبها، بتشيل اي شوائب، فبتزود طاقات الحب في القلب، فبالتالي طاقات الحب تقدر تطلع للاخرين. وطول ما هي موجوده قصادك انت او الاخرين اللي شايفينها بتنظفهم، بتنظف عندهم شكل القلب، فبتخليهم يتقبلوكي وبتخليكي تتقبليهم، فبيبقى في تحاور، بيبقى في هات وخد، بيبقى في عطاء، بيبقى في تفهم للاخر. انت عندك ظروف وانا عندي ظروف، طب نستحمل بعض، ده اهم الحاجات. طبعا في منها اشكال كتير بنبقى بنعمل منها الكور، بس الحاجات دي ملهاش اي علاقه بفكره التشاؤم والتفاؤل والكلام ده. لا لا، ده طاقة ويف، يعني بتتقاس بتطلع ذبذبات، بتتقاس بالأجهزة، بتعمل كده في الشاكرات. لا لا لا، ده فيزياء، ده حاجات فيزيائية. لا لا لا، يعني غير بقى التشاؤم لا، مش برمجة، لا دي حاجات بتطلع ويفز فعلا عملية. علشان كده لقوا إن الأحجار الكريمة مهمة جدا في العلاج. في احيانا الناس بقول لهم البسوا الروز كوارتز على شكل القلب، البسيه، اما بيبقى عندها حالات موت مثلا، حد عزيز عليها، ام او اب، زوج، ابن، اتكسرت قلبها كذا مره، كذا علاقه عاطفيه، ما دخلت في حاجات كتير فاشله، حاجات كتيره مش حلوه، مش قادره كمان تكمل حياتها. يعني بيجي لك ناس حلوين قوي زي الفل، لكن هي اتكسرت مره واتنين خلاص، اما بقت قادره ان هي تخش حياتها ما بقتش عارفه، ما بقتش عارفه تحب ولا تحب. تقولي انا بطلت احب، انا ما بقتش عارفه احب، انا فيا ايه؟ اقول لها لا، الروز كوارتز ده في منه تعليقات بتتلبس على شكل القلب، قد ايه ده بينظف شكل القلب، وقد ايه بيديكي راحه، وقد ايه بيشحنها. مهم قوي، مش بس تنظيف، الموف اللي انت قلتي عليه ده، او الاماتست اللي هي الكوره اللي عامله زي البيضه دي، دي بتريح بس، لكن مش بتشحن حب. لكن الروز كوارتز من اكتر الحاجات اللي بتشحن منها حب. في منه الكور، في منها دي بتاعت الكاندل او الشمعه، شموع بتتحط، تخيل دي كمان تنور بـ 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 في بالليل، او شغليها كده في وقت هادي تبقى روعه. في منها مسلات، المسلات دي بتشحن، بتاخد الطاقه. وظيفه المسله ايه في الكون؟ زي الهرم، بس المسله بتكون اطول، بتاخد الطاقه الايجابيه، بتدخلها في المسله وتنشرها بعدد الاضلاع في الاماكن، بتوزعها زي المرايات. فهو انت كده خدتي طاقه الحجر اللي هو الروز كوارتز اللي احنا قلنا بيغسل ويشحن ويظبط الدنيا، وطاقه المسله، وبقيتي بداتي ان انت تنشري الطاقه في كل مكان. وطبعا كل ما الحجر كبر كل ما الطاقه انتشرت وبقت اكبر. لفت نظري، قلتي حاجه، قلتي المرايات، المرايات في البيت مستحبه ولا مش مستحبه؟ المرايات لو اتحطت صح في الاماكن الصح طبعا تبقى مستحبه. بمعنى يعني إيه؟ احطها، يبقى عندي فيو حلو، احط قصاده مرايه، فيو حلو، منظر جمالي، بتطل على مثلا لوحه حلوه، حاجه فيها، تقصدي بتعكس ايه؟ يعني ايه اللي ظاهر فيها؟ شايفه ايه؟ مرايه. طب الناس اللي بتحط مرايات اول ما تدخلي من الباب تلاقي مرايه، على طول بيعانوا من قله الرزق، لان الطاقه الايجابيه بتخش من البيت، فعلى طول تلاقي رزقهم كتير جدا بس بيتصرف كله. انت كل الطاقه الحلوه اللي جايه لك بتروح طالعه من البيت، ما فيهوش بركه. فالحاجات دي بتقابلنا كتير في تصميم البيوت، عشان كده بقول ان المرايه تتحط ورا باب الشقه، او في جنب باب الشقه. يعني المهم باب الشقه ما يتفتح ما يشوفش مرايه، اسمحي للطاقه ان هي تخش لك. زي بالظبط لما اقول باب العماره او على باب الشقه بتاعتي ما احطش صفيحه زباله، ما ينفعش، ليه؟ ان الطاقه داخلالي، فما احطلهاش عائق، ما احطلهاش عائق وتبقى زبالتي، الزباله تروح داخلالي بيها، ما احطش الشوزات والجزامه في مسار الطاقه، لان الطاقه بتروح داخلالك باللي هي احط ورد، احط زرع. خلينا ناخد الموضوع كده من اول ما نفتح باب الشقه، ايه اكتر حاجه حلوه الاول بره باب الشقه؟ هنحط قصرتين زرع، قادرين تكون زرع طبيعي يبقى هايل، مش قادرين يبقى نحط الزرع اللي هو صناعي القماش مش البلاستيك. تمام. ولو ورد، لو الحاجات دي قد ايه بتدي طاقات حلوه. باب الشقه لازم يبقى نضيف، فله، لان ده بابي اسمي، ما يبقاش عليه اي اتربه، يعني لازم نبقى حريصين ان احنا ننضفه كل يوم. ده بابك انت، ده بتاع لميا، ده بيت لميا. لميا دي يبقى بتلمع، اشوف باب لميا ده خلاص يبقى لميا بتلمع زي الفل، اي تراب عليه، اي وسخ عليه، اي لا، لازم يتلمع ولازم يتنضف. الحاجات دي بتبقى مهمه قوي. يتفتح الباب بعد كده، لازم يشوف براح، اوكي، مفيش براح، يبقى انا يعني لو المكان ضيق ادهن ابيض، انور بقى طبعا، احط نور، مهم قوي النور في البيوت، ما اخليش جزء في بيتي مظلم.
بيتي ده حياتي، بيعمل ريزيدنس معايا او مكان اللي الرنين ان انا لما ادخله ارتاح. مش بس كده، مش بس كده طبعا، لازم مكاني بيكون مريح ليا، لكن غير كده ان ده بيبقى رنين لجسمي وكياني في الكون. اما ثبت علميا ان البيت اما بيكون في اماكن مظلمه، حياتك بيكون فيها حاجات مظلمه جواكي، فلازم الممرات تكون بتنور. دلوقتي بيعملوا دواليب من جوه فيها نور، شوفي قد ايه مهم ان انت تبلو العربيه متفتح يبقى فيه نور. يعني شوفي لما تيجي تشتري العربيه، احنا دايما بنبقى يعني الشخصيات اللي بتبقى رومانسيه قوي وتحب الهدوء يحب يقعدوا على نور اباجوره، حلو الدنيا في يعني جميل. نور خالص، لكن لو حبيت انور اي مكان كله ينور. ما يبقاش في لمبه محروقه، في اوكي، ما يبقاش في ركن ضلمه. اما احب انوره مش عايزه انوره اطفيه، انا مش عايزه اخش في فرح، انا مش قاعده في مسرح. اوكي، لكن كل جزء اقدر انوره واشوف، يبقى انا اقدر اعمل سبوت على حياتي وعلى اولادي وعلى جوزي وعلى شغلي وعلى الموظفين اللي تحت ايدي، كل حد فيهم انا عارفه هو بيعمل ايه. اوكي، نخش لو المدخل كبير يبقى يا ريت احط ترابيزه مدوره، يبقى الطاقه تخش تلف في المكان، او سجاده مدوره. اوكي، عليها فازه. طب لو ما فيش مساحات، يعني انا بدخل مثلا بيوت الاقي اول ما تفتحي باب الشقه تلاقي قدامك حيطه مثلا وكريدور، وبعدين تدخلي مثلا حلو. يبقى انا اخش على حيطه بيضاء، لو هتتعلق احط لوحه حلوه قوي فيها ورد، فيها الوان طاقات ايجابيه، الوان حب، روزات وحاجات فرحه وحاجات اخضر، بحيث ان انا اول ما اخش من باب الشقه اشوف حاجه أبيض مبهجه ومبهج. فانا كده ونور حلو، لازم اشوف نور حلو، ممكن يبقى سوفت بس درجه النور حلوه، احط اللمبه ده مليم ان انا اختار لون اللمبه، مش شرط ان هي تبقى ابيض او اصفر، ممكن اجيبها روز على المدخل. قد ايه ده بيديني طاقه حب وانا داخله المكان. مهم قوي ان انا احط المرايات صح. صعب المرايات في اوضه النوم، المرايات في اوضه النوم بتعمل مشاكل. عندنا التسريحه في اوضه النوم، هنعمل ايه؟ زمان المرايات كانت بتتقفل، بيبقى عليها الضلعين كده بيتقفلوا، يعني زي الشيش كده بتتقفل. اول مرايات كنت تفتحي الدولاب تلاقي المرايه متعلقه في الدولاب، صح؟ صح، الكلام ده عند ماما ومامتك وكل الناس البيوت زمان، تمام. دلوقتي المرايات بقت بره، فبقينا عصبيين لانك طول ما انت متضايقه فبتصدري طاقات سلبيه، بتروح المرايه تروح راجعه لك تاني. فانت متضايقه تروح مرجعها تاني، تروح واخداها تاني، طول ما انت قاعده بتتشحني طول ما انت قاعده عماله تطلعي. طب ايه نعمل ايه؟ نغطيها بقى بالمرايه ولا ايه؟ لا تتغطى، في حاجات كتير قوي بتتباع في الستيكرز كده، ورق حائط بس بيبقى فيه بلزاق كده، شوفي برضو لون حلو، ما اجيبش لون احمر، ما اجيبش لون ازرق، اجيب حاجات فيها السوفت اللي فيها الوان كناري هادية. الحاجات الهاديه، الحاجات اللي فيها روزات، الحاجات اللي فيها اصفرات واخضرات، لون طبيعي كده او شكل طبيعي، الزقها على الحاجات دي. هي حاجه واحده بس، لو مثلا انا محتاجه ان انا عندي تسريحه مثلا او حاجه اسرح فيها شعري، تبقى بعيده عن السرير، ما بقاش وانا قاعده على السرير شايفه انا وشه في المرايه، وشي في المرايه دي كارثه. دي حياه رهيبه، بيعمل عندنا حاجه كمان في الطاقه اسمها عكس القطبيه. يمينك بيبقى شمال وشمالك يمين. طب لو عندنا المرايه دي او عندنا التسريحه دي، تبقى فين من اتجاه السرير؟ يمين او شمال، وات ايفر، المهم ما تبقاش في وش السرير، مش مهم. يعني مابقاش شايفه نفسي ضبط المكان او فانك شوي، او احنا نظبط بقى البجوه عندنا او تقسيمه البيت 8 مربعات، دي حكايه كبيره. لكن الاسهل للناس البسيطه مرايتك ما تبقاش قصاد سريرك، اضعف الايمان. ده اضعف الايمان اللي احنا هنعمله. مش قادر وخلاص، يبقى انا بالليل احط عليها ملايه، اغطيها باي حاجه، اغطيها باي ورقه، اغطيها باي حاجه، اقفلها على قد ما اقدر وانا نايمه. هتهدي الناس، بتهدى الناس لما تقول لهم الكلام ده ويقعدوا ياخدوا بالهم من الحاجات دي، قد ايه بيحسوا ان في طاقات كتير قوي فقدوها، طاقات سلبيه، وهم بقوا اكتر سعاده. طيب ناخد التليفون ونكمل. مدام نرمين. نعم، اتفضلي، اهلا بيكي نرمين. احنا معاكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا نرمين. وعليكم السلام يا نرمين. مسامعين. نرمين. أنا عايزة أكلم السيد مباشر، ممكن؟ اتفضلي. نرمين وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب
على شكل شجر وورود وفروع. في بقى اشكال من روز كوارتز ده، يعني في كل الحاجات دي مرتبطه بالحب بالمشاعر؟ مش كلها، لا في حاجات بيزنس، في حاجات هدوء، في حاجات سلام، في حاجات بتهدي قولون وعصبيه. مثلا خلينا في روز كوارتز النهارده، هتلاقي فيه شجرتين، الشجره دي والشجره دي، القعده بتاعتهم روز كوارتز. وانا جبت دي مثلا كده، القعده دي روز كوارتز. تمام. فانا هنا خدت من روز كوارتز طاقه الحب. اوكي، ده نحاس. اوكي، النحاس من اكتر الحاجات اللي بتهدي الطاقات السلبيه اللي عند الانسان في اي شيء موجود، في اي شيء. عشان كده احسن الاكسسوارز تلبسيها نحاس. الفضه حلوه قوي ومريح قوي، بس الفضه لازم تنظيف. يعني طول الوقت ابقى مهتميه بنظافتها وانها تبقى بالظبط على طول. النحاس برضه هتحتاجي ان انت تنظفيه، بس فتراته اطول. جسمك بيحتاج نحاس جدا، النحاس بيظبط حاجات كتير قوي في جسم الانسان. وده حجر اسمه جاد اخضر. جاد الاخضر ده بيهدي الاعصاب. يبقى انا هنا خدنا طاقه الحب وطاقه الهدوء وطاقه الراحه وطاقه ضبط الاعصاب وشكرات الجسم والعناصر اللي ناقصه في الجسم. دي حاجه واحده، مجرد ان انا احطها على مكتبي وانا قاعده بشتغل، في اوضه السفره، في وسط السفره وانا باكل انا واولادي، قصاد التلفزيون، جنب التلفزيون، في الركنه بتاعتي، على الكومود بتاعي، في اوضه النوم، ولا حاجه. قد ايه شكلها لطيف جدا اساسا. هي وبعدين الحاجات دي اهم حاجه ان احنا بنشحنها ايجابي قوي، تحت ببندولات وتحت اهرامات وبايدينا وحاجات كده. بتخلي الاحجار مش بس بتدي ايجابي، ده احنا بنحول الاحجار زي المغناطيس، بنخليها تبدا تسحب سلبي من الجسم ومن الهاله ومن المكان فيها، ان هي بتتحول زي المغناطيس او زي السفنجه اللي بتسحب من الحاجات اي سلبي فيكي وانت قاعده جنبها، هي بتاخده وانت بترتاحي. فتلاقي الاحجار مع الوقت بتسوس. Yeah. الاحجار بتتشقق، بتسود. فمع الوقت بقول لهم الحجر ده، بقرا عليه الفاتحه واقول له شكرا، بشكره، بشكر الله سبحانه وتعالى ان هو خلقه لي وان هو ريحني بيه، وبدفنه، بيترمي. عشان كده في ناس كتير تقول لك ده تمائم وانتوا بتتعلقوا بالاحجار، انا برميه في الزباله في الاخر، في الاخر انا بدفنه في الارض. انا مجرد ان انا باخد منه اللي انا بحتاجاه. انا زي الاكل والشرب. انت بتقولي احجار، يعني حاجه بتاعه تكوين الكون وربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. لا، في ناس بتتكلم على التعلق، بتخاف من التعلق. بشيء غير الله. طبعا فكره انه اخد الحجر ده وابقى انا شايفه ان الحجر ده فيه سر سعادتي، ان الحجر ده فيه خالص 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 تكوين حياتي، ان هو اللي بيريحك زي بالظبط اما بتشربي النعناع وبتريحي معدتك. صح ولا لا؟ انت بتاخدي سبب عشان بيريحك. مش اكتر. حجر شايفه انه ربنا خالص جعل فيه السبب عشان راحتي. طبعا. مش هو سبب راحتي. وبتاكلي الاكل المناسب ليكي عشان يريح معدتك لو انت تعبانه، او يريح قلبك، او يريح مشاعرك، او بيحسسك بالسعاده. حاجه مسكره ولا حاجه ساقعه؟ صح ولا لا؟ كلنا بنحب ناكل شوكولاتات. هل انا متعلقه بالشوكولاته؟ هل انا شرك بالله ان انا اكل شوكولاته؟ لا طبعا خالص. مفيش اي حاجه من الحاجات دي. فمهم قوي ان انا احط الحاجات دي في مكان يعني شغلي. يعني احنا النهارده اتكلمنا عن الحجر اللي مسؤول عن المشاعر والحب، ويمكن دمجنا معاه حبه حاجات تانية. بس طبعا احنا عندنا حلقات كتير قوي، عايزين نتكلم عن الالوان، وعايزين نتكلم عن الوان الحيطان وتفاصيل كتير جدا ممكن تبقى داخل بيتنا. هنكملها مع بعض ان شاء الله. إذن. نورتيني يا لبنى. اشكرك. واروح انا انضف بقى. ربنا معاك. جو اون. اشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي يا حبيبتي. زي ما تعودنا مشاهدينا، هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل فقره مسجله من وبكره احلى. لو عشت وكان ليا عمر اشوف حضراتكم بكره الساعه 3 على خير. بشكركم. سلام عليكم.